على طلبات الدفعة السادسة لراغبي التدريب على الخدمات البترولية. تبدأ وزارة القوى العاملة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري قبول طلبات الدفعة السادسة من الراغبين في التدريب من الذكور والإناث من جميع محافظات الجمهورية بشركة شلامبرجر على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية، بداية من أعمال استكشاف البترول وحفر الأبار وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الأبار. أوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان إن التدريب ده بيتم مجانا لمدة 4 شهور، فضلا عن منح المتدرب مكافأة مالية قدرها 1300 جنيه كل شهر أثناء التدريب، يعني أو طول فترة التدريب، بالإضافة إلى 1000 جنيه بدل إقامة للمغتربين، عشان الناس اللي بتسأل، من خارج المحافظات، محافظات القاهرة الكبرى. كما أشار سعفان أيضا إلى أنه بيشترط في المتقدم للتدريب أن يكون من خريج المدارس الفنية الصناعية نظام الثلاثة أو الخمس سنين والمعاهد الفنية الصناعية والجامعة العمالية دفعات 2014 و2015 و2016 و2017، مع طبعا انه يكون ملم باللغة الانجليزية، ما يتجاوزش سنه 30 سنة في تاريخ التقديم، فضلا عن التفرغ الكامل طول مدة التدريب. ده كان بالنسبة لراغبي التدريب على الخدمات البترولية. طيب عندنا خبر تاني برضو خاص